اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما وعدناكم طبعا ان احنا نجيب المرتبط. هي دوره، هي بطوله يعني الكبار والصغيرين، ولكن المرتبط هو كان نجم الشباك الحقيقه اللي ادى الفرصه للفريق الاول ان يعني يستعيد الفرصه تاني، ودي ثالث سنه يحصل نفس الكلام، فطبعا لازم يكونوا معانا. في البدايه برحب باحد نجوم الفريق والحقيقه اللي كان له دور كبير جدا في هذا الانجاز، عمر موفق. اهلا بك عمر. ازي حضرتك؟ منور قناه النادي الاهلي. قول لي عمر، هبتدي معاك طبعا، يعني انا مش غريب عنكم، انا عارفكم انتوا كلكم ولادي وعارفكم. يعني انت السنه دي كان سنه مرتبط، وانت 2007 يعني السن الكبير، يعني انت كنت السنه اللي فاتت مع 2006 كان يمكن السن الاصغر. فانت دخلت بقيت انت الكبير وانت اللي هتشيل، الموضوع ده ما خوفكش ولا كنت مستني الفرصه دي يا عمر؟ انا كنت مستنيها يعني عايز تلعب وعايز تأدي وكنت مبسوط قوي ان انت هتبقى خلاص اللعيب الكبير وده سنك. عشان كنت مستني. طب خلينا اتكلم في البدايه لما كابتن اسلام قعد معاكم اول الموسم خالص، فاكره؟ فاكر القعده دي؟ فاكر اتقال فيها ايه؟ كان بيقول ان هو مش مهم الباسكت، اهم الاخلاق، وان هو عايز ياخد 3 بطولات معانا. ممتاز، وادانا ثقه. يعني كابتن اسلام في الاول قال لكم انا يعني، طب قال لكم على الدفاع، كان بيتكلم على الدفاع بشكل ازاي؟ يعني هو بالنسبه لكابتن اسلام هو الدفاع بالنسبه له الاكثر كدفنس، يعني كدفنس. الدفنس الاهم من الاوفنس. طيب قول لي، يمكن يعني السنه دي كان فيها ماتشات برضو كم جامده، يعني لعبتوا ماتشات قويه تدريجيه شويه، كان في ماتشات وبعد كده بقى في ماتشات جامده. من وجهه نظرك انت كده كراجل، انت كو كابتن صح؟ طيب من وجهه نظرك كان اصعب ماتش ايه؟ كان سموحه والاتحاد اصعب ماتشين. سموحه كان احنا لعبناهم ماتشين، لعبنا ماتش هنا وماتش هناك. اني اصعب، اللي كان هنا ولا اللي كان هناك اكتر؟ انت بتقول الماتشين كانوا صعبين. اللي كان هناك. كان هناك. طب ليه شايفه صعب؟ كان في ملعبهم، وحضرتك عارف ان ماتشات سموحه بتكون، الماتشات اللي في اسكندريه عموما بتكون صعبه. صحيح. وسموحه فيها لعيبه كويسه كمان صح؟ طب قول لي، انتوا في جيلكم لما كنت انتوا تحت 14 مع سموحه بقى، يعني دلوقتي السنه اللي فاتت الجيل ده كان افضل منكم شويه صح؟ فدي كانت عامله لكم ايه في الحاجه؟ خسرتوا منهم. طب ده كان عامل لكم حاجه شويه ولا مش فارق بقى خلاص نسينا الكلام ده؟ لا، احنا كنا مستنيين الفرصه عشان نبين نفسنا ونعرفهم اللي احنا احسن. طب انت فاكر الماتش اللي كان هنا مش ازاي؟ كان ماشي ازاي؟ كنا اول لما نزلنا كنا كسبين فرق جامد لحد الشوط الثالث، وبعد كده نزلنا سنه، وبعد كده لحد الاخر كنا كسبين ما عدناش ولا مره. يعني حصل دروب في النص بس انتوا بعد كده في الاخر كسبنا 15 اظن. صحيح، كان وصل خلص، لا خلص 12 جون تقريبا. انا كنت بتفرج. مش فارق كتير، بس انت فاكر الماتش ده كويس، كان في ملعب طلائع الجيش. ايوه صحيح. وبعد كده رحت سموحه هناك. طيب خلاص احنا تجاوزنا سموحه، رحنا على الاتحاد. كنت شايف الماتش صعب؟ كان بالنسبه لنا ماتش صعب، وكان في ناس برضه متوتره عشان الالترس والجمهور كان جاي. كنت حاسين ممكن يبقى في ضغط شويه. طب بعد الماتش الاول انت كسبته مريح جدا، وجت المباراه الثانيه للرجال خسروا. تاني يوم او تاني ماتش انتوا الاول فلازم تكسبوا، قلتوا لبعضيكوا ايه؟ كنا كل واحد بيشجع التاني، عايزين وكل الكباتن، كابتن اسلام كان اكتر واحد بيشجعنا، وكابتن مودي، كابتن ابراهيم، كابتن كريم، كابتن ابراهيم جمال، تمام، كابتن كريم ضيف، كانوا كلهم بيفضلوا يعني يحمسونا حد الماتش ما يجي، ويقولوا لنا ان اللي احنا ماتشنا اهم ماتش الكبار. صحيح، 50%. صح. طب ده ما يعني ما عملكوش ضغط ولا اداكوا حماس يا عمر؟ لا، ادالنا حماس. اداكوا حماس. طب قول لي، والجمهور موجود، وكان موجود الجمهور بكثافه حتى في ماتشكم، كان بيديكوا حماس؟ اول ماتش كنا متوترين سنه، بس التاني ماتش هو حماس. اللي احنا كنا ادالنا حماس جامد. وما قلقتش في ماتش الاتحاد التاني؟ كان الماتش ماشي بايه كل جيم؟ كنت قلقانين؟ انت قلقت شويه؟ انا ما قلقتش خالص. كنت حاسس ان كل الفرقه يعتبر ما قلقتش اصلا. فعلا. طب انت بتتكلم عن الفرقه كلها، انت متاكد ولا في حد ايه؟ لا، ما احنا كنا مع بعض بقى في الهاف تايم. طب لما كسبته، خلينا نتكلم على اللحظات الحلوه عمر. انا عارف طبعا ان انت متوتر شويه معانا، بس واحده واحده هنتكلم. انت لما كسبنا، انتوا كسبتوا، قعدتوا في المدرجات اتفرجتوا على الكبار، والكبار كسبوا، وانتوا رحنا نازلين جري على الملعب. فاكر اللحظه دي؟ ايوه. يعني كان يعني احساسك كان ايه ساعتها؟ وصف لي احساسك. يعني عملناها، يعني عملناها بقالنا كتير ما خدناش بطوله، وكنا مستنيين ناخد البطوله دي بالذات، عشان بيقول دي البطوله الوحيده اللي اكتر بطوله بنبان فيها نفسنا طبعا وكده. طبعا، وكمان بطوله مع الكبار فبنستفيد منهم. صحيح. وخلي بالك انت المرتبط اللي جاي، انت ده المرتبط بتاعك، انت في 18 مش هيبقى معاك مرتبط. لا، هيكون بس هتبقى انت الصغير، انا قصدي انت الكبير.
هيبقى في مرتبط تاني السنه الجايه 18 انت هتلعبه، ولكن المرتبط اللي جاي هتبقى انت الصغير، بس هتشارك خلاص. انتوا ما شاء الله ما في صغير ولا كبير دلوقتي، انتوا 2006 2007 زي بعض. طب خلينا اتكلم عن السنه اللي فاتت واللي قبلها. يمكن انت موفق كنت ممكن لسه صغير، ما كانش عندك الباور اللي موجود، لسه صغير يعني، ما كنتش نضقت يعني، ما جالكش، ما بقتش شاب يعني تقدر تلعب بقوه، فما خدتش خبرات شويه يمكن في الملعب بشكل كبير. الموضوع ده اداك دافع اكتر ان انت عايز السنه دي عايز السنه دي ابين نفسي، ولا انا ابين برضو المدربين او اي حد؟ طبعا يعني انت تشتغل وتبين شغل المدربين معاك يعني. طب قول لي انت مين ماسك الاعلى عمر؟ نعم، مين ماسك الاعلى؟ مين مثلك الاعلى في الاهلي ولا بره؟ الاثنين، قول لي الاثنين، هنا وفي الاهلي، في الاهلي وبره. هنا عمرو الجندي وبره ستيفن كيري. انت عشان شكله يعني انت شكل ستيفن كيري على فكره. طيب قول لي يعني، طب عمرو الجندي ليه؟ بحب لعبه على طول، بيكون موجود في الاوقات الصعبه من قبل ما يجي الاهلي عموما، هو كان اكتر واحد بيكون في الاوقات الصعبه بيديله الكوره هو اللي يلعب. صح. طب عشان بيلعب في نفس مركزك برضو ولا ايه؟ 3 و4 ولا يعني انت نشنت على اللي بيلعب نفسي يعني الثلاثيه؟ لا ده انت جاي ده. بس كيري مش مركزك خالص يا عمر، كيري بوينت جارد، بس انت عشان شكلك. شكلي هو شكلي بقى خلاص، انا ده مثلي الاعلى، حتى لو بيلعب لعبه ثانيه كلهم بينادوني باسمه. طبعا هو بينادوك كده، وحتى انت نفس الشكل بنفس بس هو يمكن مركزه ثاني مختلف. طب خلينا نقول ان انت دلوقتي اللي بيلعبوا كده وانت شايفهم، طب بابا كان لعيب باسكت. بابا كان لعيب باسكت، كابتن موفق طبعا، ولعب فترات طويله يعني، قعد لفتره طويله لعب، ولعب في على ما في جاسكو، ولعب في اكتر من فريق يعني. طب نصايح باباك ليك ايه دايما لما بيكون الاب لعيب؟ ما توترش، عشان لو توترت مش هعرف العب. وعلى طول بيفضل يشجعني، وقبل الماتشات بيكلمني يشجعني برضو. طب انت السنه دي نفذت نصيحته؟ ما توترتش؟ وانا شايف كده صح، بتوتر من السنه دي. طب ده ليه؟ هل ده نتيجه ان انت اشتغلت على نفسك، اتكلمت مع نفسك، انا ما توترش، انزل الملعب؟ اصل يعني غير اللي انا كان بان بلال مصاب وان شاء الله يرجعه بسلامه، انا كابتن الفرقه، فصعب قوي ان يكون كابتن الفرقه هو اللي بيكون متوتر قبل الماتش. برافو عليك. ويبان ان اللي انا المتوتر، وكان انا سني كبير عموما، فما ينفعش السن الكبير هو اللي يتوتر. صح، برافو عليك. ويعني مش برافو عليك، انت عندك مسؤوليه على فكره يعني احساسك بالمسؤوليه عالي ما شاء الله، ربنا يحفظك.